يا سهيلة جهزي نفسك، انت هتتكلمي عن كل المتطوعين في مصر قدام سيادة الرئيس. كل المتطوعين؟ فاكرة يا سهيلة زي النهاردة من 10 سنين كان أول يوم تطوع ليا، فاكرة وأنا في المدرسة وشباب صناع الحياة بيعملوا لنا توعية، كان نفسي أكون جزء منهم، أنزل معاهم وأعمل زيهم. وعدى الوقت ومن متطوعة في مركز جوه محافظة فجأة لقيت نفسي 10,000 متطوع بينتخبوني عشان أكون رئيس مجلس إدارة متطوعين صناع الحياة. مش متخيلة إني واقفة ومعايا زمايلي من 33 مؤسسة وجمعية وبمثلهم النهاردة قدام سيادتك يا ريس. فعلا يا سهيلة الأحلام بتتحقق. أنا كمان اتطوعت في جمعية رسالة وأنا عندي 15 سنة. قالوا بنته مش هتقدر تشيل المسؤولية، بس لفيت مصر كلها من أسوان لإسكندرية وبقالي بيت في كل محافظة في مصر. مش هنسى في مرة واحنا بنشيل جهاز عروسة والشغل كتير، شدت الهمة أنا وثلاث بنات جدعان وشلنا الجهاز كل لوحدنا. مش هنسى تخرج أول طفل علمناه، ومش هنسى أول جملة يكتبها مستفيد علمته في صلمح والأمية. وأنا كمان عدت عليا مراحل كتير قوي من إعدادي لثانوي الجامعة، ولسه في حياتي حاجة واحدة ثابتة بس، إني لسه متطوع. الناس كلها في سننا سفرياتها في حتة تانية، يسافروا مصيف في دهب، في الغردقة، في شرم، واحنا فسحتنا لو مش كامب او قافله عمرها ما تكون فسحه. اول ما سمعت عن حياه كريمه حسيت اني لازم اكون زي شباب زي كتير قرروا انهم يغيروا حياه اللي حواليهم للاحسن. ابقى ايد بتغير مش قاعد بتفرج. ولما دخلت مبادره حياه كريمه لقيت ده فرحه كل واحد واحنا بنساعده، مدارس، صرف صحي، بنيه تحتيه، مياه شرب، سكن كريم، ومشاريع تانيه كتيره. كل واحد فينا بيبقى مبسوط وهو شايف الفرحه في عيون اهلنا. صدقني يا وائل احنا اللي بنبقى محتاجين ده اكتر حتى من اهلنا اللي بنساعدهم. ده كفايه احساس اننا جزء من كل حكايه تطوير بتحصل عشان نكون حياتنا حياه كريمه لكل مصري ومصريه. ياما اخذنا احباطات كتير، قالوا لنا مش هتقدروا، بس قدرنا، اتجمعنا واشتغلنا وخططنا، تعبنا بس نجحنا وحققنا. والدليل ان احنا قدامكم النهارده حاطين ايدينا في ايد بعض وبنتكلم كلنا باسم كيان واحد قدر يجمعنا كلنا. وهنروح بعيد ليه؟ من سنه فاتت بس كان التحالف بتاعنا حلم كل واحد فينا، والنهارده بنعيش الحلم حقيقه وبنتكلم عن انجازات كتير حققناها بايدينا عشان كنا دايما كتف في كتف. لسه قدامنا طريق طويل، اصل احلامنا كبيره وملهاش سقف، لسه في تحديات كتيره، وبدعم كريم من الدولة هنحلها، هننجح ونحققها. يا ريس حضرتك دايما بتقول لنا اطمنوا على مصر، واحنا جايين النهارده نقول لك اطمن، مصر في عينينا وهتفضل في عينينا، ومستنيين من سيادتك قضية قومية جديدة تسندها لينا، وبنوعدك اننا هنقدم فيها كل طاقتنا وجهدنا، وبفكر مبتكر وجهود شبابنا هنكون دايما قد ثقتك الغالية فينا. لسه المستقبل شايل لنا كتير، تحديات جديدة، احلام كبيرة، سهر وتعب وجهد سنين، بس هنفضل نجري ونتعب عشان نوصل رسالتنا لكل مصري عايش جوانا وحاسين بيه. هتفضل دايما ايدينا ممدوده بالخير، وهنفضل دايما مستنيينك عشان نجمع كلمتنا ونوحد صفنا. عمر التطوع ما كان مرتبط بسن ولا مرتبط بدين ولا مقتصر على فئه معينه. ورساله لكل اب وام، اطمنوا على اولادكم المتطوعين، لان التطوع بيوصل مش بيعطل. هنفضل دايما متطوعين، وطول ما احنا كتف في كتف الخير هيفضل يلف.